خلونا نستقبل اتصال تليفوني تاني ونقول الو. الو، ايوه، الاخبار؟ انا اخباري زي الفل، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. طيب الحمد لله. تعلي لي صوتك شويه بقى عشان اسمعك. اه حاضر. هو الصوت برضه واطي من عندكم قوي. الصوت واطي من عندنا شويه، اللي هو اللي طالع اللي واصل لي انا، اللي واصل لك صوت التليفون ولا صوت الحلقه في المطلق؟ لا صوت التليفون، انا دلوقتي بسمع من التليفون. طيب سيدي أوكي. ممكن نعلي شويه؟ طيب هنعلي لك شويه. انا كمان هزعق عشان تسمعيني كده، سامعاني كويس؟ كويس جدا كده. طب اتعرف بيكي؟ انا مش عايزه اقول اسمي. خلاص، كام سنه؟ مش عايزه اقول برضه. ليه بقى، انت عجوزه ولا ايه؟ لا لا 27. طيب ما انت لسه يعني عصفوره صغيره، 27 سنه. اه استني، في حاجه انا افتكرتها صحيح قبل ما نكمل المكالمه. اتفضل. ممكن تسمحي لي يعني اقطع كده اكلم الجمنهور؟ ماشي، اتفضل. طبعا، وارجع خليكي معايا. ماشي. انا الاسبوعين اللي فاتوا عملت مع الاستاذ قيس مخرج البرنامج وقعد بيضحك، ها، تحدي الكرش، وقلت انا بتحدى قيس ان انا هنزل الكرش في خلال اسبوعين. اوكي، خلي انت معايا. اه انا طيب، بس عشان تحدي الكرش ده مهم، انا افتكرته دلوقتي وهو قاعد قدامي، عشان اهو انا يا جماعه قاعد اهو، انا نزلت الكرش ومش رافض بطني، ده تحدي الكرش. انا كسبت التحدي يا استاذ قيس، احنا كنا متفقين على فلوس ولا حاجه يعني؟ لا اصبر اصبر، عايز تحدي الباي وتراي؟ اعمله لك الاسبوع الجاي، ها، ولا تحدي الماجنس ولا الترباس، زي ما انت عايز. طيب كملي يا ست الكل، اتفضلي. تمام، معلش انا خرجت منك في تحدي الكرش، افتكرته فجاه. لا خالص، ضحكتني. مش عارفه ابدا منين. انا اول مره في حياتي اتكلم في برنامج او احكي لحد، او ما بعملش كده انا. بصي، انا انسان بسيط جدا على راي الاستاذ عادل امام، لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء مع اسامه منير. قولي كل اللي انت عايزه تقوليه. تمام، وانا معاكي وهندردش، واعتبريني اخوك الكبير. عايزه تعتبريني زي والدك؟ انا هبقى ده شرف كبير ليا. لا مش كبير انت قوي كده. لا يا ستي، اعتبريني زي والدك وندردش ونضحك ونطلع كل اللي جوانا. ماشي، اتفضلي. اتفقنا. انا من فتره، اولا انا سنجل بقالي فتره كبيره جدا، لحد 27 سنه. يعني انت عمرك ما ارتبطتي؟ لا اتخطبت قبل كده، بس مش بحسبها، ما بتحسبيهاش في مش حاسباها لاني ما كنتش بحبه يعني. المهم يعني، فانا انا بالنسبه لي وجهه نظري في بني ادم اللي انا هرتبط بيه ليا مواصفات معينه او حاجات معينه انا عارفه اللي انا عايزاه ايه. فالمهم يعني، انا كنت من البنات اللي ما بيعجبنيش ده وما بيعجبنيش ده، والطريقه دي ده غلط طبعا. المهم يعني، فبالصدفه تعرفت على واحد، وانا ما كانش عاجبني في الاول، لان كنت شايفه ان طريقته غير طريقتي خالص. هو كان بيحاول ان هو يقرب مني، بيحاول يشغلني، بيحاول يقعد عليا ان احنا نرتبط، ما كنتش موافقه. المهم لحد ما فضل يلف حواليا كتير كتير كتير، لحد ما انا بقى اتعلقت بيه. انت من البنات اللي حاسه بنفسها قوي؟ لا خالص، بس انا يعني بعد ما وصلت ل 27 سنه بقيت عارفه انا عايزه ايه. وبالنسبة لي ماشي على المثل اللي هو طيب. بيقول المثل البلدي ده، اللي هو مش عارفة ايه، جوازة مش عارفة الندامة ولا الحاجة المثل بسم ده. بسم الله ما شاء الله، ما فهمناش حاجة من المثل، بس عادي. طب قبل 25 سنة و 23 سنة كنت بتعجبي وبيعجب بيكي وكده، ولا برضو كنت بنفس النشفة كده؟ مش انا مش ناشفة، بس انا بالنسبة لي عايزة لما ارتبط بواحد ارتبط صح، يكون قراري صح. مش عايزه ارتبط واسيب، اتخطب واسيب، اتجوز واطلق، مش عايزه كده خالص. دي بتاعت ربنا. اوكي اكيد، بس كان بالنسبه لي لا، انا عارفه انا عايزه ايه، انا عارفه ايه اللي بيعجبني وايه اللي وايه اللي هيناسبني مع شخصيتي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل المهم يعني، ان انا هو فضل يلف حواليا لحد ما انا فعلا اعجبت بيه. شويه شويه، يلا نتقابل، اتقابلنا خروجه في اثنين في الثانيه، انا حبيته. بدأ بعد كده يبقى فيه ما بيننا نقطة خلاف. هو حياته غير حياتي خالص، وهو أوبن جدا وعايش حياة غيري تماما، بنات وشرب وسهر وغيري.
وانا بنت بسيطه من بيت بسيط عادي جدا، بروح شغلي برجع من شغلي بصلي مش عارفه بعمل ايه، بنزل مع مامتي شويه الحياه العاديه البسيطه، بخرج مع اصحابي كده. المهم يعني خروجه في الثانيه ابتدى ان هو يبقى فيه تجاوزات، او ان هو بقى يطلب ده، يعني عايز يقرب منك، يمسك ايدك حبتين يزود كده يعني. لا مش يا ريت جت على مسكه ايد وكده، هو مش عايز كده طبعا، الكلام ده عادي بين اتنين مرتبطين. هو عايز الاكتر من كده، اللي هو بقى تعالي عندي البيت اعزمك. ده عايز علاقه يعني. بالظبط، تعالي عندي بقى اعزمك على الغدا، ايه بقى نخرج ونقعد في كافيه كده متعذبين وسط ناس وزحمه، طب ما تيجي البيت عندي نعمل اكل مع بعض ناكل. يعني هو كمان عايش لوحده، مش عايش مع والدته مثلا. لا عايش لوحده، مش تعالي اعرفك بماما وبتاع وتروح تكتشف ان ماما توفت من 16 سنه كده. لا مش الكلام ده، لا عايش لوحده. كلام من ده بقى، يعني شغله بيبقى بيضطر ان هو يسافر له، خدي المفتاح مثلا بتاع الفيلا بتاعتي وتعالي شوفي الكلب كل شويه حطي له اكل. ده ود شاب طلب بقى يعني فيلا وعربيه وبتاع وكده. لا وعربيتين. طب بسم الله ما شاء الله، طب ده عريس حلو لقطه ده، كملي. فتعالي اقعدي مش عارفه ايه الكلام ده. طبعا انا فهمته. طب وفيلته فين بابا وماما؟ بابا هم ناس مرتاحين ماديا جدا، هو بيشتغل شغلانه كويسه جدا. يعني هو ساكن لوحده في فيلا. بابا ومامته في محافظه تانية اصلا. اسرته مفككه جدا، هو ما عندوش حد، هو يعتبر عايش لوحده. بابا مطلق مامته، ده متجوز وهي متجوزه وما عندوش اخوات تقريبا، كل واحد عايش مع نفسه يعني من الاخر. وعملوا جمعيه، جابوا له فيلا وجابوا له عربيات وبتاعه كده، والواد بيشتغل وناجح. لا هو كان مسافر بره مصر ولسه نازل من فتره. لا هو عامل لنفسه كل حاجه وعنده. عنده كام سنه؟ 39. يعني ده اكبر منك ب 12 سنه. طب وبعدين عملتي ايه؟ وبعدين ابتدينا في الاول نتناقش عادي، ان انا ستايلي مش كده ولا دي حياتي. هو لا، انا لازم اللي انا ابقى مرتبطه بيها تديني احتياجات اللي انا محتاجها. اوكي طب انت عندك الاحتياجات دي وعايزه، خلاص خلينا نتجوز. انا ده كان رايي، خلاص تعالى نتجوز انا موافقه. بس انا طبعا هو ما عندوش اي مشاكل في الجواز خالص خالص. لا عنده. انا بتكلم على المشاكل الماديه. ما عنده مشكله ان هو مش عايز يرتبط ومش عايز يتعلق بحد ولا عايز يعلق حد في رقبته، وعايز يعيش حر طليقي صاحب بس. عارفه بقى هو يعني كانت وجهه نظره بقى، اما بقول له تعالى نتجوز كان بيقول لي هيحصل هنتجوز طبعا، بس اجرب الاول. طبعا هخطبك طبعا ونتجوز طبعا، بس اعيش حياتي الاول. قلت له انت كفايه، انت عشت حياتك بره مصر ومع اجانب، يعني انت شبعت بنات. 39 سنه ولسه عايز يعيش حياته؟ انا قلت له كده، قلت له ده مش هيتجوز خالص. اتشقيت وجو وكان متجوز اجنبيه وطلقها وعنده ولد، فقلت له خلاص يعني انت عشت وعملت كل العلاقات مع كل البنات، مفيش بنت ما عملتش معاها علاقه، فخلاص اعتقد ان انت كده كفايه بقى. كانت وجهه نظره انا نفسي اعيش معاك الحياه دي قبل الجواز، نعيش ونروح ونيجي. قلت له انا ببقى بنزل بشوفك، ببقى مش مرتاحه. هو عايز يعمل فيها من اجنبيه بقى، يعني هو اجنبي وانتي اجنبيه ونعيش مع بعض والحياه كلها. الحياه اللي هو اساسا كان متعود عليها، ونخلف عليهم ثلاثه وبعد ما نخلفهم نفكر نتجوز. يعني مع انه يعني الاجنبيه اللي متجوزها لما اتجوزها حملت عادي بعد الجواز يعني. يعني المهم، فكانت دي وجهه نظره طبعا في الموضوع. ابتدينا اول نقاش عادي جدا من غير اي بقى شد ولا حزمه في الموضوع. وبعدين لما كنت بقول له اتجوزني كان بيرد طبعا هتجوزك، بس عايز الاول نعيش حياتنا مع بعض. وانت رفضتي طبعا ده؟ طبعا. اتناقشنا بقى مره واثنين وثلاثه نقاش عادي، وصلنا بقى للمره الخامسه والسادسه، حصلت خناقه ما بيننا على الموضوع ده. وقال لي، انا قال لي كده بالحرف بالظبط، انت قدامي معاكي مرتين ثلاثه هنتقابل فيهم، لو ما غيرتيش طريقه تفكيرك وعشتي حياتي بطبعي انا زي ما انا عايز، خلينا اصحاب. قلت له لا، خلينا اصحاب، انا عمري بعد المرتين ثلاثه دول حتى تفكيري مش هتغير، وفر بقى المرتين ثلاثه وبلاش نبقى اصحاب اساسا. قلت له لا، خلينا اصحاب. قال لي خلاص خلينا اصحاب. اوكي خلينا اصحاب. بقينا بقى
قفلنا خلاص عادي جدا. بالمناسبه ان هو واحنا مرتبطين كده عدى علينا 3 مناسبات: عيد ميلادي، رمضان، عيد. انا لسه عارفه من كام شهر يعني، مش كتير. ال3 مناسبات دول هو تقريبا ما عبرنيش فيهم. عندي مشاكل في شغلي كبيره واحنا مع بعض. كان عرض عليا ان انا اسيب الشغل، قال لي سيبيه وانا هديكي المرتب اللي انت بتاخديه وخليكي قاعده في البيت. على الاقل تهتمي بيا ونقعد نهزر ونضحك. فالكلام طبعا كان لطيف بالنسبه لي. ده كلام مش لطيف على فكره، ده كلام قله ادب. انا كان بالنسبه لي الكلام انا ما كنتش واخداه بقى، وانا بقولها لك اهو وعشان كل الناس تعرف، ده كلام قله ادب. اقعدي في البيت وانا هديكي مرتبك، معناها ان انا بدات اسس لحاله من حالات ما يدعى باسم الرفق، ان هو بقى خلاص انا ما انت بتاخدي فلوس وانا بدفع. انا بقى ما فكرتش كده، هي كده خالص بقى. انا فكرت ده بقى راجل و... لا يا حبيبتي، راجل كان جات قدم عارفه اقول لك حاجه، لو الراجل ده كان جات قدم وقابل اهلك وخطبك ولبسك دبله وشبكه وحددته ميعاد الفرح وقال لك سيبي شغلك وهديكي مصروفك، ده راجل. انما واحد في الهوا كل ما يقابل واحده يقول لها طب سيبي شغلك وهديكي مصروفك، عشان انا يمكن عندي امكانيات النهارده ان انا ادي 10 مصروفهم، صح؟ مش هيضايقني يعني. مرتبك كله كام يعني لما يضربوا الدم؟ ايوه مظبوط، 4-5 تلاف جنيه. خدي ال 5000 جنيه ما تقرفيناش. مظبوط، انا مش بتكلم على نفسي، انا غلبان، انا بتكلم على العقليه دي. خدي 5000 جنيه وتبقي بتاعتي بقى خلاص ب 5000 جنيه في الشهر. مع الاسف بقى انا من قله تجاربي ما عنديش خبره كويسه. انا عارفه ان هو بني ادم وحش، انا بقول لك كده، وانا عارفه ان هو بني ادم وحش. انا مش غبيه برضو، انا كبيره مش صغيره، فانا عارفه كويس جدا. المهم يعني فلما قال لي كده انا قلت له لا مش هيحصل، وانا شغلي والدنيا تمام، لو عايز تساعدني شوف لي شغل احسن منه. ولا شاف لي شغل ولا اي حاجه. المهم يعني لما بقينا اصحاب، عشان انا بس رجعت لك كده عشان حاجه نسيتها. لما بقينا اصحاب فالموضوع مش ازاي بقى، ان هو مرتدى ما بيكلمنيش، وكل يوم كل يومين ثلاثه يبعت لي مسج انت وحشتيني، اللي هو عارف اللي هو اسمها بيشد ويرخي. بيجيب رجلك شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده، حاجات كده بقى اللي هو شويه يشد واحنا اصحاب، وشويه تاني بقى كل يومين ثلاثه مثلا ايه وحشتيني، يرمي لي كلمه كده علشان انا ايه ارجع تاني. انا فاهمه اللعبه بتاعته، فاهماها. فانا برضو فضلت ثابته عند موقفي، قلت له لا احنا اصحاب، ما يكلمني لاني يبعت لي على الواتساب. انا انت على قد ما بتسمعينيش، ما بتشوفيش برامجي ولا بتسمعي برامجي؟ يمكن مش كتير. طيب، عشان انا كان ليا مقوله مشهوره جدا، وانا وده مبدا وراي انا ثابت عليه ما بغيروش، ان العلاقه، علاقه الصداقه قد تتحول الى علاقه عاطفيه طبعا وتنجح، انما العلاقه العاطفيه استحاله تتحول لصداقه. فانتوا كده بتضحكوا على نفسكم انتوا الاثنين، ان تقولوا احنا كنا في علاقه عاطفيه، لا خلينا اصحاب احسن. ما ينفعش خلينا اصحاب احسن دي، خلينا اصحاب احسن دي تنفع لما نكون شركاء في بيزنس واختلفنا مع بعض في وجهات النظر وفضينا الشركه وخلينا اصحاب احسن، وما بنبقاش اصحاب برضه، بنبقى اصحاب من بعد كده. فانت لسه، انتوا لسه اصدقاء؟ هقول لك بقى. فالموضوع بقى ايه، زي ما حكيت لك كده ابتدى يشد ويرخي وكده. فانا على قد ما اقدر انا ثابت على موقفي ان احنا خلاص اصحاب. طبعا انا بعيد عنه ببقى يعني حالتي النفسيه زفت طبعا بسبب ان انا اتعلقت بيه، بس بحاول قدامه ابان انه عادي. هقول لك حاجه كمان، معلش انا بس عايزين نختصر عشان الوقت بيجري. اوكي. المهم يعني اخر حاجه وصلنا لها زي ما احنا كده، بعدين يبعت لي على الواتساب، احاول على قد ما اقدر اتجاهل المسج، يتصل بيا على التليفون، هو انت اونلاين مع مين؟ هم مين صحابك دول؟ ويفضل يسال في اسئله بقى كانه خطيبي مثلا. تمام؟ انا سبت الشغل بتاعي يوم الخميس اللي فات ده، اللي هو من اسبوع حوالي. بعت له مسج قلت له ان انا سبت الشغل بسبب ان انا اتخانقت مع الناس هناك ومش عارفه ايه. كان رده عليا تاني يوم انا نازل خارج مع اصحابي، ولما ارجع بالليل هكلمك اطمن عليكي. ما كلمنيش بالليل، ما كلمنيش ولا سال عليا ولا اهتم الا النهارده اللي هو الاثنين. ما هو راجع من اصحابه طبعا، شارب ومنون ومبسوط يعني. الكلام ده من يوم الاثنين، من يوم الخميس اللي فات او الجمعه لحد النهارده الاثنين. لما كلمني النهارده بيعاتبني
ان انا ما بسالش. قلت له انا اللي عندي مشكله وانا اللي حالتي النفسيه زفت وانا اللي سايبه الشغل، انت اللي تبقى جنبي، انا مش هشحت ان انت تبقى جنبي. يقول لي انا مش جنبك عشان انت ما قلتليش خليني جنبك، وبعدين ربنا يخلي لك صحابك، ويبدا بقى يدخل الموضوع في قصه ثانيه. طيب انا هضطر اقفل بقى وانزل علشان انا عندي مشوار. قلت له مشوار ايه؟ قال لي انا رايح المستشفى عشان انا تعبان شويه. قفل، بعت له على الواتساب سلامتك كويس. يا حبيبي طمني عليك انت لا كويس لا ولا خالص. لا خالص انت كويس الاخبار؟ ما ردش بقى، خلاص سبته طبعا بخل. بس ولما سبت الشغل طبعا ولا قال لي اي حاجه ولا سال ولا سؤال ولا ايه اللي حصل ولا ناويه تعملي ايه. طيب اريحك بقى واجيب من الاخر، الواد ده شمال. انا بلاش اقول لك في حاجه كمان انا ما قلتهاش، ان بالصدفه بالصدفه من عند ربنا حد عرف ان انا اعرفه، مش عارف ان احنا مرتبطين، عارف ان انا اعرفه والحد ده يعرفه، قال لي كلمه واحده، ابعدي عنه وخلي بالك من نفسك. قلت له ليه ما تمشيش وتسيبني؟ انا بابا. قال لي انا بقول لك كده مش لازم احكي لك تفاصيل. انا بابا، انا قلتها لك اهو من مكالمه التليفون، الواد ده شمال وش كده. وبعد كده تعالي بقى ناخدها من اول السطر، ماشي؟ أوكي. اسمعيني بقى. مبدئيا 12 سنه فرق، ملاش لازمه الجوازه دي. ثانيا واحد متجوز ومخلف ومطلق وعايش بالطول والعرض، لا شخصيتك ولا طباعك ولا اسرتك ولا اهلك ولا اي حاجه، ولا ياكل معاكي اساسا. انت انبهرتي بهذا الشخص المبهر، الفيلا والعربيه والنجاح والبيزنس واوروبا والسفر والمش عارف ايه وبتاعه، ده اللي خطفك. هذا الراجل ببساطه مطلقه كل اللي عايزه منك علاقه، عايز واحدة لما يكون هو في احتياج لعلاقة حميمية تيجي. بنوتة لذيذة، يحصل اللي يحصل، جالها بيبي بقت حامل هتصرف، اشوف دكتور صاحبي، اشوف حد معرفة من الدكاترة الشمال، تك 10,000 جنيه ولا حاجة وسقطها، وهو عايش. ما بيحسبش الحسبة، ما بيحسبش الحسبة. الحسبة اساسا اللي بيحسبها صح، اول حاجه بيفكر فيها ان هو لما بيخش الاوضه ويقفل على نفسه معاه واحده، ان السقف بتاع الاوضه مخروم وربنا من فوق شايفه. ده اللي بيحسب الحسبة، انه لما بيلعب ببنات الناس بيبقى عارف ان ربنا شايفه. ده اللي بيحسب الحسبة، انما ده بيحسب حسبة تانية خالص. متعتي، حياتي، فسحتي، سهرتي، مجدعتي، بزنزي، فلوسي، انا كده كينج نفسي ولا حد قدي ومش عايز وش. انت وقعتي في عيل شمال، اجري باسرع ما يمكن من العلاقه دي. لو انت بجد انسانه كويسه وعايزه تحافظي على نفسك، بلوك على الواتساب، بلوك على التليفون، بلوك على الفيسبوك، بلوك في كل حته، بحيث ما يعرفش يوصل لك وانت ما تعرفيش عنه اي اخبار. حتى لو جاي يتقدم لك تاكدي انه انت هيجي يتقدم علشان انت عملتي له بلوكات من كل حاجه في حياته، فكبرياؤه يمنعه انه يتضرب على قفاه الضربه دي، وان بنت صغيره عندها 27 سنه تديله تسكه وتقول له اجري يلا روح العب بعيد. مش هينفعك. دوري على حد من توبك، وتوبك ده مش فلوس، توبك ده اخلاق، توبك ده قلب طيب، توبك ده نبل الاخلاق. دوري على حد يكون معاكي اسره وتعيشوا حياه حلوه ترضي ربنا وتفرحوا بيها، حتى لو ربنا ما قسملكوش لا بغنى ولا بفلوس، حبه قد كده مرتبك على مرتبه هتبقوا عايشين مبسوطين.